يا مرحبا يا ابو دبيل. الله يبقيك. يلا حيه. رحم الله والديك من يسمع. في قصيده قريبه قلبك سواء انت كاتبها او من شعار ثاني؟ كيف؟ قصيده قريبه قلبك تردد دايم سواء انت كاتبها او اي شاعر ثاني. صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا رسول الله. اغلب اللي يتغنى بها اغلبها تكون لي من غير قصور من الشعار الباقيين، فيه اللي قد ارخوا من قبل يسووا الاشياء اللي ما بوصل لها. كان في قصائد لي، واحده منها دائم قريبه مني اسمع، وحاطم فيها كل زي ما تقول مبادئي او نماذج او الخطط اللي انا امشي عليها. فاقول فيها: طال عماركم انقطع يسر النهار ويا عسر ليل طويل، والهقاوي ما تسعها لا الجنوب ولا الشمال، ولا ناقد لي عميل لا كان امحق من عميل، لو تبعته دلني درب الغوايه والضلال، ما اعطاني فرصه ولا تنوى بالجميل، خل عاد انه يفرق في الحرام وفي الحلال، حلمي اللي شح وقفه ما وجدنا له سبيل، لونه اشبه بالبلال الله يرضى عنه بلال، ما الحياه بسهله وما فيها ظل ظليل، ينبت بها الادمي بين المعارك والقتال، مره فوق الكحيل ومره حافرك حيل، فوق من يرضى الهوان فوق مدعي الكمال، يا الشدايد ما قدرت ارد لش بعض الجميل، انت يفضل مدرسه وانت العراض ام الطوال، قوت الضلع القصير وسنه السيف الصقيل، وفرضت رؤوس المعاني واجبرتني للجزال، الصبر افضل خوي واقوى الحجج وارضى دليل، والتغاضي عافيه جسمه وصحابه وانتقال، لو تدقق في الكثير ولو تدقق في القليل، ما بقالك درع جنبه ما بقالك راس مال، لكن ادحم بالجنوب وخابت امك يا الذليل، الرجال بعزمها وفرق عن عزوم الرجال، وانتبه لا تخطي بحق الرجال ولا تميل، الرجال الذوق المحتقره انواع النكاله، ولا انا اللي رحت مفتون الجباره والشليل، بعد ما قلب المحبه قد تعرض لاغتيال، ينتظم ضخ القليب اذا سمع صوت الصهيل، وينقطع حبل التوتر لا توتر بالجفال، يا ولي في ليه ولا خلها قال نقيل، احد يشرح علي لا شاف دمعي يوم سال، والله اني ما توقعت القطاعه والرحيل، لين جانا من اسواد الدهر ساعات انفصال، راح ما راح القطلين الشرط رافه ضئيل، ومتحي وعاشم صدري بدر ما هو هلال، يا الله اني في وزاك وفي ذراك وبك دخيل، من غبن ولا قهر ولا مرض ولا انفعال، كنت حسب هام زارق طيب ولا بنهيل، اثر بلواها هوس ولا الهيات احتمال، ماني مجنب لهم والله ولو طال الطويل، ما يزول حبهم لو زاد تسفح الجبال. سلامتكم.